ومعنا أيضا الأستاذ صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست عبر سكايب من أورفا التركية. أبدأ معك سيد صهيب، مرحبا بك. طبعا بداية، ما هي أهمية المناطق التي تقدمت إليها ميليشيا قسد على حساب تنظيم الدولة؟ نعم، بداية تحية لكم وللسادة متابعي حلب اليوم. المناطق التي تقدمت فيها قسد مؤخرا هي تعتبر أهميتها تكمن في أنها مناطق حدودية مثل بلدة الباغوس التي تعتبر منطقة مناصفة بين الأراضي العراقية والأراضي السورية. هذا التقدم والسيطرة على هذه المنطقة كان بدعم ودعم معلن من الحشد الشعبي العراقي وتنسيق بينه وبين قسد. أيضا هنالك تقدمات وكروفر كان في مناطق محيط هجين في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة هجين، استمرار للعمليات العسكرية طبعا خلال الأسابيع الماضية بعد استئناف عملية عاصفة الجزيرة التي استأنفتها قسد وتحالف في المنطقة. قصف كان مكثف أيضا على مناطق ريف الحسكة الجنوبي المقابلة لمناطق دير الزور، واستهداف أيضا لعدة نقاط. راح ضحية هذا القصف طبعا أكثر من 40 شخص خلال الأسابيع الماضية في مناطق جنوب الحسكة وشمال دير الزور. طبعا هنالك معضلة كبيرة الآن يعيشها المدنيون في دير الزور، أكثر من 30,000 مدني الآن حوصروا تدريجيا بعد تقلص نفوذ تنظيم دولة في الريف الشرقي لدير الزور، والآن هم موجودين في منطقتين فقط وهي مدينة هجين وبلدة الشعفة. 30,000 مدني يمنعهم التنظيم من الخروج من مناطق نفوذه، يقتل كل من يحاول الخروج ويقتل المهربين أيضا في هاتين المنطقتين، بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات في المنطقة الغربية في غرب الفرات في الضفة الغربية. هنالك اشتباكات أيضا شنها تنظيم من بادية الميادين ومناطق أخرى في البادية باتجاه نقاط للنظام في الضفة الغربية، وغارات أيضا في الضفة الغربية شهدتها مناطق البوليل، مدخل مدينة مو حسن، المطار العسكري، وبلدة عفوا مدينة القورية، ومناطق متفرقة أيضا. حدثنا عن حجم التعزيزات الفرنسية ومناطق انتشارها. نعم، التعزيزات الفرنسية كانت تصل إلى المنطقة منذ فترة، منذ أكثر من شهر، وهذه التعزيزات متواجدة في ريف دير الزور الشمالي، متواجدة في محيط نهر البليخ بالقرب من محيط نهر البليخ بالقرب من منبج، أيضا في منبج في قاعدة يتم إنشاؤها الآن في مدينة الطبقة في الحيين الأول والثاني، في حقل كونيكو للغاز في دير الزور. هنالك دوريات مسيرة الآن تسير في هذه المناطق أو ما بين هذه المناطق انطلاقا من القامشلي وصولا إلى محيط منبج والبليخ والطبقة وثم دير الزور، وهنالك دوريات يومية تجول هذه المناطق بالإضافة إلى المناطق التي تم نشر بطاريات تبعية فيها. طبعا هنالك حادثة منذ يومين، كان هنالك رتل فرنسي دخل إلى مناطق نفوذ النظام في القامشلي، وما كان من النظام وعناصره سوى أنهم تركوا هذا الرتل بعد أن أوقفوه لدقائق وأكمل مسيره. طبعا هذا ما يفسر مقولة النظام ومقولة وزير النظام حقيقة عن أن من يريد العدوان على سوريا كما قال يجب عليها التنسيق معنا، وهذا أمر طبعا يدعو للسخرية صراحة. مضحك كل هذه ومبكي القوات بنفس الوقت، يعني صراحة أشرت بالضبط لهذا الأمر. نعم، بالضبط بالضبط، المضحك المبكي، هذا ما يدعو للسخرية من النظام، وما يحزن حقيقة الوضع الآن خاصة في المنطقة الشرقية، تواجد روسي، تواجد أمريكي، تواجد فرنسي، من الممكن أن تدخل قوات بريطانية دخلت بالفعل إلى البادية جزء منها، النظام، الميليشيات الإيرانية، وتنظيم دولة، وعدة جهات، وكل هذه الجهات الإرهابية التي تستهدف بالدرجة الأولى المدنيين. الآن إذا ما تحدثنا عن التصريحات الأخيرة، كان هنالك تصريح لماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اتهمت، كنت أستمع قبل قليل لكلام العميد عن هذا التعاون والتغاضي من التحالف،
اتهمت ماريا زخاروفا في تصريح لها الأربعاء الماضي الولايات المتحدة بالتغاضي عن عدد كبير من مقاتلي تنظيم الدولة وإشراكهم ضمن صفوف قسد وفي مناطق نفوذ تحالف قسد، وهذا أمر طبعا نحن وثقناه خلال الفترة الماضية. هنالك بالفعل قوائم طويلة لأسماء مقاتلين من التنظيم أصبحوا الآن أمنيين ومقاتلين في صفوف قسد. كانت ماريا زخاروفا تتهم هذه القوات قسد بإشراك هؤلاء المقاتلين بعد أن كانوا قد اشتركوا بجرائم. طبعا هنا نتحدث عن دور التحالف فقط. إذا ما تحدثنا عن نفس المتحدثة، كانت في أواخر العام 2017 ماريا زخاروفا وأثناء اجتماع مع حقوقيين من دير الزور بخصوص مجموعة من المدنيين كانوا محاصرين على مشارف المدينة، عددت الجهات التي تقتل المدنيين وقالت بالحرف الواحد أن أي الجهات هي التي تقتل المدنيين. هل لديكم علم؟ سهيل حسن، حزب الله، الدفاع الوطني، النظام، أو كل هذه الميليشيات، وعددتها وقالتها بالاسم، طبعا ذكرتها بالاسم. فلذلك الجهتان أو الطرفان مشتركان سواء صحيح. التحالف أو روسيا، أمريكا أو روسيا، في دعم هذه المنظمات الإرهابية، وهذا أمر ثابت وبالمعطيات. طيب. طبعا هنالك الآن بالنسبة للوضع الإنساني وضع لا يوصف صح حقيقة في مناطق الشرق السوري. هنالك مخيمات الآن انتشر فيها العديد من الأمراض والأوبئة. في مدينة الرقة أيضا هنالك العديد من الأمراض والأوبئة بسبب الجثث التي بقيت تحت الأنقاض بعد العملية العسكرية التي شنتها قسد والتحالف على المدينة. المخيمات أيضا يمنع فيها دخول قوالب الثلج. المدنيين الآن محاصرين داخل هذه المخيمات في أمس الحاجة لدخول المياه. تمنع قسد هذه أو العربات أو السيارات التي تدخل المياه إلى المخيم تحت ذريعة أنها تستطيع أن تؤمن هذا الشيء، ولكن هي تطلب أسعار خيالية أكثر من 1500 طيب. 1500 ليرة سوري للقالب الواحد. طبعا بالإضافة أيضا إلى المشاكل الأخرى وموضوع الاستهداف وموضوع النزوح المستمر وموضوع حصار المدنيين كما كنت أتحدث قبل قليل وعدة أمور أخرى، مفهوم. بالإضافة أيضا إلى منع صلاة التراويح، وهو أمر حدث منذ يومين، أكثر من يومين، من قبل قسد في مناطق الريف الشرقي لدير زور، وذلك تحت ذريعة إمكانية حدوث أعمال إرهابية. طيب سيد صهيب، يعني تبقى ربما دقيقة أو اثنتان لنتحدث عن موضوع المعاناة المدنيين. بالفعل هنالك قلت أكثر من 30,000 مدني متواجدون أو محاصرون في مناطق تنظيم الدولة، وباتت الحلقة ضيقة عليهم. تحدثت عن مدنيين يعانون في المخيمات، أعداد هذه المخيمات، أحجام، حجم التواجد السكاني فيها، ومن يديرها؟ أستاذ عمار، أتوقع أنك عندما أردت التحدث لم تستطع البدء بأي نقطة، أي نقطة أهم من الأخرى نعم بالنسبة لمعاناة المدنيين، وأتوقع أن هذا الشيء واضح. هذه المناطق لا يسعنا أن نختصر أو نختزل هذه المعاناة في منطقة واحدة. في مناطق الريف الشرقي هنالك أكثر من فقط في الريف الشرقي ما تبقى تحت نفوذ تنظيم الدولة 30,000 مدني. أنا أتحدث هنا عن منطقتين فقط، وعليك تخيل الوضع بالإضافة إلى قصف التحالف وقصف الحكومة العراقية وقصف قسد واستهداف كل هذه الجهات واستهداف أيضا التنظيم نفسه لهؤلاء المدنيين عند محاولتهم الهرب من هذه المناطق أو من هاتين المنطقتين. مخيمات الموت، مخيمات السد ومبروكة تحديدا انتشرت فيها أوبئة وكالجرب والجدري والليشمانية وكل هذه الأوبئة، ولم يكن هنالك أي تحرك من المنظمات الدولية، وناشدناهم مرارا وتكرارا لدخول هذه المناطق، وعندما دخلوا كانوا يتهمون المدنيين بأنهم منتمين لتنظيم الدولة. بالنسبة لحصار الأهالي في هذين المخيمين وفي مخيمات أخرى أيضا، منع حتى المياه الباردة، قوالب الثلج منعت من دخول هذه المخيمات. والبارحة كان ونحن في وأول شهر الصيام، يعني ونحن في شهر الصيام، بالطبع لماذا يتم منع هذه القوالب؟ لا تفسير سوى أنه تعذيب وتجويع،
منع المدنيون في أول نهار وثاني نهار من، ولا زال حتى اللحظة في هذه المخيمات منعوا من إدخال قوالب الثلج حتى ذابت عند مدخل المخيم، والآن هنالك محاولات ابتزاز بالإضافة إلى تفشي الأمراض، بالإضافة إلى الاستهداف، بالإضافة إلى الألغام الأرضية التي زرعتها القسد بمحيط هذه المخيمات. أيضا النازحون في مناطق أخرى حالهم ليس بأفضل حال ممن هم في المخيمات، هنالك مجموعة من الأناس الآن من المدنيين محاصرين في البادية من قبل كل التنظيمات الإرهابية المتواجدة في شرق دير الزور. في غرب الفرات أيضا إحراق لمنازل وتغيير ديموغرافي وتغيير ملكية منازل المدنيين المدنيين المعارضين للنظام وتحويلها إلى آخرين من الميليشيات الإيرانية، وهذا كان عن طريق منظمة، عن طريق محافظ دير الزور، وعن طريق منظمة أيضا لإعادة تغيير ديموغرافي باسم جهاد البناء، هي منظمة إيرانية. يعني المدنيون من أكثر من جهة يتم ربما اضطهادهم من صح التعبير. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر، انتهى الوقت تماما. السيد صهيب جابر الصحفي في شبكة فرات بوست، كنت معنا عبر سكايب من أورفا.